يقول لهم بطلوا مي قصة ميكي ماوس قصة، يوم قاعد أشوف بيت شعر قصيدة قلب. يدش المدرس يقول لهم بطلوا مي قصة ميكي ماوس قصة ما أدري شنو. وزير التربية والتعليم أنت اليوم تبتدي على محورين هو التربية والتعليم، وأنا اليوم يعني أترددت كثير أني أدخل في هذا الملف لأنه هو العمود الأساسي والرئيسي لنهضة الدولة، وهو اللي بيأسس الطالب. فمو بعارف أخاف تطلع مني زلة لسان وأجرح أو الله لا يقول وأتكلم عن أهم عمود. بعدي الصحة تأتي، أنت اللي تأسس، أنت اللي تطلع دكتور، أنت اللي تطلع طبيب، أنت اللي تطلع طيار، أنت اللي تطلع وزير.